اصلا اللي بيشجعوا النادي قلت الاهلي. لا، قلت اصل اللي بيشجع النادي الاهلي ما بيفهمش كوره، ماليش عايز في بطولات. الكوره. بص يا كابتن معلش انا اسف، يعني هو انت حضرتك مش نجم مصر، هل تقارن بمشجع ما عرفش حاجه عن الكوره او ما لعبش كوره او ما مارسهاش؟ لا او لا، ده حاجه حاجه. وده حاجه. طيب ما في بقى جمهور النادي الاهلي المتابع قوي قوي هو نفس عدد جمهور نادي الزمالك، لان جمهور الزمالك معظمه او طب انت جبته 100% منين؟ كله. انت عملت احصائيه دي ازاي؟ جبتها منين؟ انت شوف اي واحد هيقول لك زملكاوي هتلاقيه عارف تاريخ نادي الزمالك ببطولاته بفرقه بمين بالعكس، اللي انا بيلعب. قابلت ناس كتير جدا مش عارفه تاريخ نادي الزمالك. مستحيل يا كابتن. ولا تعرف مين اللي ماسك نادي الزمالك. ممكن ممكن شوقي إيه؟ شوقي إيه؟ شوقي إيه؟ اتفضل يا كابتن. الزمالك كسب كام بطوله في كاس مصر؟ الزمالك اللي قال لك في الكنترول قال لك مين؟ اوعى حد من جنبك، الكنترول. اوعى لا حد من جنبك الكنترول، الكنترول يغششك. اللي قال لك الكنترول حسام اللي قال لك ولا مين؟ لا لا، بس انا بعرفك انك انت ممكن تكون مش عارف. فعلا صح. طيب شفت بقى، تقول لي اسال اي واحد يقول لك مش عارف ايه وبتاع.